بجد وعجن يا بنتي، انا بعمل كده عشان احميكي وما يحصلكيش حاجه غلط. غلط غلط عسلت يا عيني. بقول لك ايه، انا من ساعه ما جيت وانت راكب لي المسرح وماسك الميكروفون. يعني ايه؟ يعني هاتك يا رغي وهاتك باتتك من الاخر كده عشان اقدر اكمل قاعده معاك، محتاجه برشامتين صداع. لا لا لا، انا مش مصدق اللي دي مايل اللي انا عرفتها. فين مايل اللي انا حبيتها؟ قدام عينيك اهي يا اخويا. بس انت بقى لو ذكر بصحيح ما كنتش قعدت تكشكش لها وتعرض لها، وكان زماني لسه بتاعتك. انما جو الرقص على السلم ده ما بياكلش عيش. من الاخر كده انا عملت اللي عليا وعداني العيب وازح. سلام يا عيني. يا راجل بس قمت ماسكه كده مديله بوكس في عينه، قام بعد كده هو مديني بوكس. الحاجات دي يا معلم شعبان. شيخ اخرس دلوقتي، اخرس جاتك الهم يشيلك. صباح الخير. صباح النور. ايه الحاجات دي كلها واخداها لمين؟ واخداها لينا. طيب 250 جنيه. اتفضل حبيبي. ما معكيش غيرهم. انت هتقعدي تعمليهم لي كده هتذليني. فلوس يا معلم شعبان. طب خدي اتفضلي. مش عايزه حاجه ب 50 جنيه؟ لا خليها المره دي بقى. ماشي، مع الف سلام. مع الف سلام. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ممكن اكمل؟ ارغي. ما حلتش الواد من ايدي غير لما خليته يحلف بشرف امه انه مش هيهوج جنب المدرسه دي تاني، وتففت صف اسناني. اللهم صل على النبي، اللهم صل. ده انا هسميك بقى المعلم سولي. يا معلم سولي، يا معلم سولي، يا معلم سولي، يا معلم سولي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. مساء العنبر، ما تديني النمبر. مش مقامك دي يا معلم سولي، دي مقامي انا. مش عارف الواد جايبها حاميه وحلوه ازاي كده وسخنه. انا هظبطهولك دلوقتي، هديهولك تظبطه دلوقتي. ولا ايه الغلبه؟ اقول لك انا هظبطهولك. لوك لوك. على ايه؟ هتظبطها لي ازاي؟ الصبر جميل. الصبر جميل. ماشي، وكمان شايل ماشي وبشيلها من فوق. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه ده؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك، هتحرقني هتحرقني. بس مش مقامك ده يا معلم سولي. قال البساط احمد، انا وانت واحد يا معلم شعبان. والله ما مقامك. استنى كده سياده اسبقيني انت على ما اجيب شويه بسكوتات للاولاد من السوبر ماركت. حاضر هسبقك بس ما تتاخرش. ما هو انت بتتف في الفحم كده مش هيولع. ما انت كده بتطفي الفحم، بتطفي الفحم. مين الواد المتشرد ده؟ يا نهار اسود، ده سولي حفيدي. خطفت الواد يا شعبان؟ عمل فيك الجدع ده الطاقون. خطفت مين يا عم الحاج احمد؟ انا اللي اخطفه. ده يخطف بلد، ده يخطفني انا شخصيا. تظبط كلامك يا راجل، انت مين ده اللي يتخطف؟ انا ومش عمال كنا بنتكلم في كلمتين. عمل لك ايه الجدع دوت؟ وفين ابوك؟ شويه عيال كده فاكرين نفسهم اشباح جايين يتزقوا علينا، بس ما تخافش عملت معاهم السليمه. عملت معاهم السليمه؟ حفيد انا بقى متشرد، قابلت فيها غلع مجرم انت. اظبط كلامك بدل ما اعمل معاك نفس السليمه اللي عملتها معاهم. صلي على النبي يا معلم سولي، ده مهما كان طلع ولا نزل برضو جدك. يلا خد جدك واتكل على الله.